السلام عليكم، معكم صفيان من قناة الواتفي. اليوم في فيديو جديد عندنا الهاتف اللي كتشوفوا معنا في الصورة ريدمي ناف. كما شفتوا معنا في الصورة، جابوا لنا أحد الكليان يعني نسى على الموتباس ديالو. المهم الطريقة باش نقوموا بعمل الفورمات هي كالتالي: كنطفي الهاتف، كيطفى عادي، نبقى مرة أخرى على زر الباور، نطفيه. من بعد ما طفيت الهاتف غادي نورك على زر زيادة الصوت وزر الشغال، زر زيادة الصوت وزر الاشتغال معا. صافي، بلي شان نحيد صبي على زر الشغال، نتسنى. ودخلني ويب داتا، يعني غادي نورك على الثانية. كنبط بزر نقصان الصوت، اوكي، زر الباور، ويب ال داتا، يعني انفورماتي جميع البيانات، اوكي، هي زر الباور. صافي، كندير كونفيرمي، يعني مسح جميع البيانات من الهاتف، كونفيرمي. كما كتشوفوا هاهي كتقوم بعملية الفورمات. صافي، تفورمات الهاتف، كندير اوكي، كندير اعادة تشغيل الهاتف، ريبوت سيستم. المهم ما تنساش تشارك في القناة. كنا في طريقة عمل فورمات لريدمي نفسي، قم بالاشتراك والضغط على زر لايك ليصلك كل جديد.